السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا أحد الأخوة طلب مني، قال أكو قناة باليوتيوب اسمها عبوسي البدري، يدخل عليها من تدخل تلقى مقطع عدد المشاهدات 23,000 مشاهدة، مكتوب اسم المقطع ولد حلو. من تدخل على المقطع روح على التعليقات، مو هواي 26 تعليق، تلاقي تعليق مكتوب أيب هكونا، استغفر الله. المهم خل نشوف صاحب هذا التعليق، يلا نروح عليه وياكم. هذا انا باحث عنه طبعا، ابوس المقطع هذا قبالكم. ندخل على المقطع، العفو خلنا نصيلكم الصوت، هذا نوقف المقطع، ندخل على التعليقات. لا أسد السنة جاي يسوي يا أخي، شوف هم ذول اللي يعلقون على قنوات الشيعة. أنت بس لاحظ فتوى الإسلام إرجاع الناس إلى دينهم. زين نرجع هنا هتشوف هو شلون مرجع الناس لدينهم. اقرأ التعليق. لا والله، لا لا والله مرجعهم وكفو. لا لا ما اقدر اعلق، لا يقولون انه ما يدخل عليه قنوات. المهم اخوان طبعا، لا هو معلق هذا اخونا اللي دلعنا على المقطع، ها شيخ ما نقول غير. فاخوان يعني هو انا اقول لكم اكو بعض التعليقات للوهابيه، انتم لا تستغربون منها، لان هسه انتم مثل ما شفتوا قبالكم، هم هاي النماذج هي اللي تعلق على قناة الشيعة. والسلام عليكم.